حديث عن توجه البرلمان الحالي لتشريع المزيد من القوانين لتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير، ينضم إلينا عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلامي العراقي مظفر الخميسي. أستاذ مظفر، مرحبا بكم. لنبدأ من هناك بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الكتل السياسية تتهافت على موضوع إدراج مشاريع تهدد حرية العمل الصحفي، برأيكم ما الدافع من وراء ذلك؟ مساء الخير على حضرتك وعلى حضرات المشاهدين الكرام. عزيزي، هم باعتقادي هم يحاولون أن يثبتون أقدامهم أكثر وأكثر، وبسط سيطرة الميليشيات والعصابات المنفلتة اللي تأخذ الشارع جزافا، ويحاولون إخافة الناس أكثر وأكثر، وتأكيد أن تأكيد الرأي القائل أن من أتى هو أسوأ من الذي مضى. الناس كانت بانتظار أنه يقدمون القتل المتهمين بقتل 800 متظاهر تشريني وإعاقة آلاف الشباب وآلاف الجرحى، نجد أنهم يتوجهون بالضغط على الشباب الثائر من أجل تغريدة. نعم. زيادة بالفوضى في الشارع العراقي. أستاذ مظفر، محكمة جنايات الرصافة قضت بالحبس المشدد 3 سنوات على الناشط حيدر الزيدي بتهمة الإساءة للحشد، كيف تبعتم هذا الحكم؟ لا سيما أن قانونيين يرونه عقوبة مغلظة، كيف رأيتوا ذلك أنتم؟ أنا أرى أن الحكم هو سياسي بالدرجة الأولى. نعم. وهو مقصود بالدرجة الأولى، القسوة مات مقصودة. وباعتقادي ايضا انه يؤكد ما اذهب اليه انا بالذات، وكثيرين من امثالي، انه القضاء مسيس، والقضاء القضاء راضخ للضغوط وللميليشيات وللسلطه الحاكمه. ويعني اذا كان هناك كان هناك امل انه 1% او 1 بالألف انه اكو قضاء مستقل او يحاول استقلال، اليوم يثبت القضاء انه بالكامل منقاد وراء السلطه، وراء ظلم السلطه. استاذ مظفر، كما تعرفون هذا الحكم ياتي قبيل اقرار قانون جرائم المعلوماتيه، ماذا لو اقر هذا القانون؟ كيف سيكون وضع الناشطين في ظل هذه الاحكام المشدده؟ سيكون أصعب على الناس. نعم. الناس إضافة إلى رعب الشارع المنفلت، رعب الميليشيات، رعب الفساد اللي موجود، الرعب اللي عايشينه بعدم وجود مستقبل لهم ولأولادهم، سيضاف إليهم رعب آخر هو تكميم الأفواه والضغط على الناس على رأيهم وعلى كلامهم وعلى حريتهم. ولكن أستاذ مظفر، نور المالكي وصف الحشد بأمة الجبناء، حكم على حيدر الزيدي بالسجن المشدد 3 سنوات لانتقاده الحشد، هل هناك تناقض في هذا الأمر؟ هو هذا بالضبط، أعتقد الأكثرية يعرفون وسامعين بقانون ساكسونيا، القانون اللي طبق في العصور المظلمة في أوروبا. قانون ساكسونيا كان يعاقب الفقير بقطع الرأس، ونفس الجريمة يعاقب الغني أو ابن السلطة بقطع رأس ظله اللي موجود على الأرض. نوري المالكي أهان مؤسسة الحشد، أهانت الحكومة وأهانت السلطة وأهانت النظام. لا. لكن هم يركضون على الطرف الضعيف بالمسألة، اللي يكتب له تغريدة يركضون عليه ويعاقبونه. مع هذا الحكم، كيف قرأت مقابلة رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني لمن ادعى الإعلام بأنهم ثوار وناشطون خلال الأيام الماضية؟ هل تتكرر خدعة الكاظمي من جديد بلقائه الثوار والمنتفضين؟ أنا لازلت أكرر من زمان أكرر، من أيام الكاظمي. نعم. والآن السوداني، أنهم هم خطابهم وتحركاتهم ولقاءاتهم كلها موجهة إلى الخارج، الإيحاء إلى الخارج والإيحاء إلى الغرب أنهم ناس ديمقراطيين يهتمون بالشباب، يهتمون بالنشطاء والثوار. الناس اللي التقى بيهم بالأصل تشرين رافضتهم، ناس فاشلين. نعم. ناس فشلوا في كل شيء، واتصالاتهم صارت واضحة موضوحة مع السلطة، لذلك هم لا يمثلون تشرين ولا يمثلون شباب تشرين. نبقى في هذا اللقاء فاشلة. نبقى في هذا اللقاء من وجهة نظركم،
هل ستستطيع مثل هذه الأحكام والقوانين أن تسكت أصحاب الرأي والناشطين في العراق؟ بالعكس بالعكس، راح يزيد الاحتقان، وراح يزيد الغضب اللي موجود عند الناس، راح يزيد أكثر وأكثر. ويعني معروف بالسياسة أنه كل ما كان طرف السلطة أو طرف ما يزداد يتوجه بالتطرف أكثر وأكثر، راح يكون سقوطه مدوي أكثر، ويكون ردة الفعل عند الناس أكثر وأكثر. أنا أعتقد هذا سبب إضافي إلى الثورة القادمة إن شاء الله. عبر سكايب من أمستردام الصحفي والإعلام العراقي مظفر الخميسي، شكرا جزيلا لكم.